بدنا نرجع هلا نكمل حكي مع كريستوفر، بس هلا اجى الوقت حتى نعرف الجانب الثقافي والتجربه اللي خاضوها من اول ما وصلوا الاردن. كريستوفر، وين الاماكن اللي رحتوها لهلا وكيف كانت تجربتكم في الاردن حتى الان؟ كنا في الأردن لتقريبا أربعة أيام حتى الآن. الأول أول ما قمنا به هو أننا ذهبنا إلى البحر الميت وبقينا هناك ليلة، وأنا طفت في البحر على البحر ووضعت هذا الطين على جسمي مثل أي سائح، كان علي قيام بذلك. ثم بعد ذلك كان لدي تقديم ثقافي في معان، وكان ذلك رائعا لأننا شاركنا الموسيقى مع الناس الذين لربما لم يسمعوا مثل هذه الموسيقى من قبل، وقمنا بعض يعني تبادل ثقافي مع بعض الشباب في الأردن، وكنا وسنعمل كذلك مع مدرسين للموسيقى، وكان لدينا تجربة ثقافية رائعة هنا. عسيرة الأكل، ونيجي للجانب اللي أنا بعشقه، إيش الأكلات اللي جربتوها بالأردن وهل أكلت المنسف؟ Okay, we haven't had munsaf yet. نعم، منسف حتى الآن، ولكن هذا فقط لأننا كنا مشغولين جدا، وفي يوم السبت سنتعلم كيف نقوم بطبخه. إذن هذا ما نحب، ما جربناه وكنافة أكلناها كثيرا، وكان لدينا الكثير من الزبادي والرز مع الأكل، وبالتأكيد سأزيد وزنا. طيب كريستوفر، احكي لنا عن الحفلة تبعتكم اللي كانت بمعان أكثر، أعطينا تفاصيل أكثر. Yes, so we had a concert at the Cultural Palace. في القصر الثقافي كان قبل يوم أو قبل يومين، الوقت يمر سريعا. وهذه الحفلة ربما كان فيها 700 إلى 1000 شخص، وكان هناك عرض كامل وبالعديد من الرقصات ابتداء من ألفيس إلى إد شيرين وتروفو مارس، وتستطيعون أن ترون كانت تلك الحفلة. كان هناك الكثير من الأردنيين الذين يبنون معنا، كان هناك الكثير من المرح في العرض. احنا طبعا كنا عم نشوف لقطات من الحفله اللي كانت موجوده بمعان، بدنا نعرف كمان عن بعمان، سوري مش بمعان، بدنا نعرف اكثر عن الخطط المستقبليه تبعتكم. بعد هذه الرحلة سيكون لدينا أسبوع من الراحة، ثم بعد ذلك سنقوم بأداء في سوازيلاند في جنوب أفريقيا. نعم، ستكون أمر جديد بالنسبة لنا جميعا. ذهبنا فقط إلى شمال أفريقيا كمجموعة، ثم بعد ذلك في الصيف سنأخذ استراحة، ثم نحاول أن نجرب أمور جديدة، موسيقى جديدة أو مشاريع جديدة، وأن نبقى أذهاننا مفتوحة للمستقبل. طب أنا بدي أشكركم، أنتوا اليوم كنتوا ضيوف مميزين عنا بكرفان، وبعرف أنه أنتوا بكرة رايحين على بترا، فإن شاء الله هيك بتكون بكرة رحلتكم جميلة. شكرا لكم كلكم.